قبل بقى يا صديقي ما ندخل في الاكشن وكل الكلام ده واقول لك مين جونز وعمل ايه بالظبط مع بيلي، عايزك بسرعه كده تدينا لايك وكومنت وشير، يعني طبعا طبعا ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، وما تقلقش الحاجات دي كلها مش بتاذيك يعني لو عملتها، لكنها هتفرق جدا معانا وهتفرق في انتشار القناه. وبس يلا بينا نبدا الفيديو. بيبدا الفيلم في الماضي وبنكون في غرب امريكا وبنشوف بنت كده اسمها لولا. لولا بتروح دلوقتي على البيت وهناك بتقابل اخوها جاك، فجاك عرفها ان ابوهم وامهم تعبانين بسبب مرض الجدري وخلاص يعني بيموتوا، فعلا مش بيعدي وقت طويل وبيوصل لمكان جد لولا وجاك وبيدخل يشوف ابنه ومراته فبيلاقيهم ماتوا، فبيبص لهم شويه بحزن، بعدها بيحرق البيت بالكامل انهم طبعا مصابين بالجدري وما ينفعش يدفنوا بالشكل الطبيعي. المهم بعد كده الجد خد جاك ولولا وانطلق بيهم، وبنعرف انه هيوديهم لتكساس وهناك هيعيشوا مع عمتهم تيس. في الوقت ده بيطلع الجد ورق كده وبيديه لجاك وبيطلب من جاك انه يمضي على الورق ده، فلما بيسألوا جاك عن الورق فبيعرفوا الجد ان دي وصيه بتنص انه لما يعني يموت الارض الكبيره اللي بيملكها في مونتانا تروح لجاك، فاللحظه دي بيشكروا جاك وبيمضي الورق. بعد شويه بيوصل الجد ولولا وجاك عند معديه كده وبيكونوا مستنيين هناك المعديه تيجي بحيث يعني يركبوها ويعدوا بيها للضفه الثانيه من النهر ويكملوا طريقهم، لكنهم عمرهم هيركبوا المعديه دي ان في الوقت ده بتوصل للمكان ست اسمها بيل ذات الحلق المقطوع، وبيل دي تقدر تقول انها رئيسه عصابه وفي نفس الوقت تبع قطاع الطرق ومطلوبه جدا من طرف الحكومه، لدرجه ان الحكومه على فكره حاطه على راسها جايزه بقيمه 10,000 دولار، وبالمناسبه الرقم ده كبير جدا في العصر اللي احنا بنتكلم فيه ده. المهم ان بيل بتفضل دلوقتي ترخم على لولا فبيطلب منها الجد انها تبعد عنها، لكن بيل مش بيسمع الكلام وبتفضل ترخم عليها، فبيتعصب الجد وبيطلع سلاحه وبيضرب طلقه في الهواء بحيث يعني يخوف بيل وتاخد عصابتها وتمشي، لكنها مش بتمشي بل بتطلع سلاحها وفي مشهد صادم بتضرب الجد طلقه بتخلص عليه وبيقع ميت. بعدها بقى عصابه بيل بيضربوا جاك ولولا فبيفقدوا هما التانيين الوعي. بعد شويه بنشوف بيل وعصابتها في محل بتاع شخص غلبان وعلى قد حاله اسمه مارفن، وحاليا بيل وعصابتها بيبداوا دلوقتي يسرقوا محل مارفن، اما لولا بتكون مربوطه بره المحل على حصان من احصنه بيل، ودلوقتي فات فبسرعه بتفك نفسها وبيجي عندها شاب، بنعرف ان الشاب ده يبقى ابن مارفن. المهم يعني ان الشاب ده اتكلم مع لولا وسالها لو عاوزه يعني مساعده، بس لولا ما اهتمتش بكلامه وفضلت تدور على بيل، فبتلاقي بيل في المحل هي وعصابتها وبيسرقوه، فبتلاقي لولا وبتطلب من ابن مارفن ان هو يهرب وهي كمان بتحاول تهرب، لكن المشكله ان بيل وعصابتها بيسمعوها وبسرعه بيقتلوا مارفن وبيقتلوا كمان ابنه، وواحد من رجاله بيل بيجروا ورا لولا وبيخطفها وبيمشوا من المكان. بعد شويه بيفوق جاك في نفس المكان اللي اتقتل فيه جده وبيكون لسه فايق حالا على فكره وما يعرفش كل اللي حصل، لكنه بيقرر يدور على اخته لولا. بياخد جاك بعضه وبيروح لاقرب مدينه، وفي المدينه دي بيلاقي اهل المدينه كلهم خارجين وقابضين على واحد من رجاله بيل وهيشنقوه لانه هو وعصابه بيل قتلوا مارفن وابنه. في الوقت ده بيحاول جاك يسال الشخص المقبوض عليه ده عن مكان بيل بحيث يعني يوصل لاخته، لكن الناس بيبعدوا جاك عن المكان وبيضربوه بعنف فبيقع على الارض. في الوقت ده بيشوف جاك شخص كده بيخطف بنت لكنه مش بيقدر يساعدها. بعد شويه بيقوم جاك من جديد وبيروح للراجل اللي بيتعدم ده وبيحاول يتكلم معاه قبل ما يموت عشان يعني يعرف مكان اخته، بس واحد من اهل المدينه بيضرب جاك فبيغمى عليه تاني. بعد شويه لما بيصحى جاك بيلاقي حفار قبور اسمه يوستس، وكان يوستس في الوقت ده على فكره بيحفر قبر بحيث يدفن فيه الشخص اللي اتعدم خلاص، والعلم كان هيدفن برضه جاك لولا انه دلوقتي فاق وعرف انه عايش. المهم ان جاك بيسال يوستس هل يعرف حاجه عن بيل وازاي وصل لها، بس يوستس بينكر انه يعرف اي حاجه عنها. وقتها بيشوف جاك عربيه مع يوستس فبيساله هل دي عربيته ويقدر يعني يستعيرها منه او ياجرها، بس يوستس بيعرفه ان دي عربيه رئيسه في الشغل جونز واللي حاليا مش موجود هنا. طب جونز فين بالظبط؟ حابب اقول لك يا صديقي ان جونز في الاثناء دي كان مع عمده المدينه اللي اسمه بيلي، وبنشوف ان جونز ده على فكره شخص من قصار القامه، لكن اوعى الموضوع ده يغرك نهائيا لان جونز خطير جدا رغم قصره. وبدليل على كده ان جونز بيطلب من بيلي عمده المدينه دولارين حق حفر القبر، بس بيلي بيرفض يدي جونز الدولارين وبيقول له هديك دولار واحد بس ولو عاوز التاني لازم ترقص وتضحكنا. في اللحظه بيتعصب جونز لانه مش بيتسامح ابدا مع اي حد بيتريق عليه، وبالتالي في لمح البصر بيضرب بيلي في رجله وبيوقعه على الارض. بعدها بيثبته بالمسدس وبياخد منه 5 دولار بدل 2 وبيهرب بعد كده من المكان. هو تاب يلاقي يوستس مستني بعربيته فبيركب معاه وبيهرب بسرعه. اما بيلي فبيقول لكم واحد كانوا قاعدين معاه يخرجوا ورا جونز ويقتلوه، ففعلا بيخرج وراه. وفي الوقت ده بيفضلوا يوستس وجونز يهربوا وهم في نفس الوقت بيضربوا نار على رجاله بيلي، وبعد شويه بيبعدوا عنهم فبيوقفوا في مكان كده امان وبيجهز جونز بندقيته بحيث يصطاد رجاله بيلي واحد ورا الثاني لو جم وراه. واثناء ما كان جونز بيعمل كده بيسال جاك دلوقتي هو مين وعاوز ايه منه بالظبط، فبيعرفوا جاك بنفسه ان اخته اتخطفت على ايد بيل وعاوزه يعني يساعده يرجعوها ويقدموا كمان بيل للحكومه وياخدوا بقى الجايزه اللي عليها واللي هي قيمتها 10,000 دولار. بس جونز برضه بيرفض وبيشوف دلوقتي جونز كم واحد من رجاله بيلي ووصلوا عنده فبيقتل واحد منهم فبيخافوا الباقيين وبيهربوا. وبس بياخد دلوقتي جونز يوستس وبيمشوا من المكان، اما جاك فبياخد حصان من احصنه رجاله بيلي وبينطلق هو في طريقه. بعد شويه من كل ده كان جونز ويوستس ماشيين في طريقهم وبيتفاجئوا دلوقتي بجاك نايم على جنب الطريق،
فبيروح لجونز وبيكون هيسرقه، بس في الوقت ده بيجي يوستس وبيقول له بدل ما نسرقه تعال نساعده وناخد فلوس الجايزه. فيفكر جونز في الموضوع، ولما بيقلبها شويه في دماغه بتعجبه الفكره، فبالتالي بيصحي جاك من النوم وبيعرفه انه خلاص هينضم ليهم وهيشتغلوا سوا لحد ما يوصلوا لولا ويحرروه. وبيقول جونز لجاك على فكره ان الشغل معاه ليه قاعده واحده بس، وهو انه يسمع كلامه مهما كان غريب. فبيوافق جاك، ومن اللحظه دي بيبداوا شغل سوا. الناحيه التانيه بقى بنشوف ان بيلي عمده المدينه بيجيب دلوقتي اتنين اخوات اسمهم سيمون ومالكي، وبيطلب منهم ان هم يطاردوا جونز ويخلصوا عليه مقابل مبلغ محترم. فبيوافقوا وبينطلقوا في طريقهم يدوروا على جونز. اما لولا فبنشوف ان لولا غصب عنها حاليا عايشه مع بيل وعصابتها، وبتكون بيل دلوقتي بتعامل لولا بطريقه وحشه جدا، لكن لولا بتستحمل. وفي مره كانت لولا ماشيه مع بيل وعصابتها وبتطلب منها دلوقتي انها تقف في مكان كده بحيث يعني تعمل حمام، فبتوافق بيل وبيقف في مكان. في الوقت ده لولا بتتعور بالغلط، وبايدها المتعوره دي بتلمس شجره كده في ايدها بتطبع بيها يعني عليها، وبتمشي من تاني مع بيل وعصابتها بعد ما سابت اثر في المكان. بعد فتره بيوصلوا سيمون ومالكي للشجره، وللاسف بيشوفوا علامه ايد لولا، فبيفتكروا ده اثر من جونز واللي معاه، وبالتالي بيقرروا يتتبعوا. على الناحيه التانيه بيروحوا جونز وجاك ويوستس لمكان يشتروا منه خيول يكملوا بيها رحلتهم، وفي نفس الوقت بيسالوا عن عصابه بيل، فبيعرفوا دلوقتي ان في واحد من عصابه بيل موجود في بلده صغيره جنبهم. فعلا بيروحوا الثلاثه للبلده وبينفصلوا بحيث يعني يدوروا على الشخص اللي من عصابه بيل. وبيدخل على فكره جاك بيت كده البياعات الهوا بتاع شخص زباله اسمه هيكتور، وبيكون جاك جاي هنا عشان خاطر يسال على الراجل اللي من عصابه بيل. لكن جاك بالصدفه بيلاقي في البيت نفس البنت اللي قلت لك شافها بتتخطف لو تفتكر، فبيروح جاك يقعد معاها وبيعرف ان اسمها سو، وبيسال جاك سو دلوقتي هي جت هنا ازاي، فبتعرفه ان في حد خطفها وباعها لهيكتور. فبتصعب جدا سو على جاك وبيقرر ان هو يهربها، وبكل بساطه بياخدها وبيكون ماشي. بس قبل ما يمشي بيجي له هيكتور وبيعرفه ان الموضوع مش بالبساطه دي، وبدون مقدمات بيفضل هيكتور يضرب في جاك وسو وبيكون قوي جدا. لكن على الرغم من كده بيقدر جاك يضربه، وبيجيب حديده وبيضرب بيها هيكتور على دماغه، فبيقع على الارض فاقد الوعي وقاطع النفس. فبسرعه بيستغل جاك الفرصه وبياخد سو وبيهربوا وبيروحوا لجونز ويوستس. في الوقت ده جونز اتضايق جدا ان جاك جاب معاهم سو، لكن جاك عرفه ان سو هتكون معاهم بس لحد ما يقابلوا القطر وهيسيبوها هناك بحيث يعني ترجع بلدها. فبيوافق عادي جونز وبيعدي الموقف. بعد كده بتعرف سو الكل انها عارفه بيت الشخص اللي بيدوروا عليه اللي هو يعني من عصابه بيل، وبتاخدهم سو دلوقتي فعلا لبيت الشخص ده، هو اللي بيكون اسمه فاتي. اول ما فاتي بيصحى من النوم بيلاقي جونز وجاك وسو ويوستس في وشه، وعلى طول بيسيطروا عليه وبيسالوه على مكان بيل، لكن فاتي بيرفض يقول لهم طبعا. وقتها بيقرر جونز ان هو يستخدم الطريقه الصعبه، وبيجيب مسمار كده وبيحطه في مكان معين في فاتي مش هينفع يعني نذكره مراعاه لشعور الاخرين، وبيبدا جونز يدق على المسمار ده ويعذب فاتي. بس على الرغم من كل ده فاتي مش بيقول لهم على مكان بيل. وقتها بيلفوا في بيت فاتي على امل ان هم يلاقوا حاجه توصلهم على بيل، لحد ما بيلاقوا ورقه كده فيها اعلان عن الجائزه اللي هياخدها اي حد يقبض على بيل، وتكون الجائزه دي مجرد $1000 بس في حاله يعني انها اتسلمت عايشه، و $300 في حاله انها اتسلمت مقتوله. يعني من الاخر المبلغ اقل بكتير من $10,000 اللي كانوا كله طمعانين فيها. وبناء عليه بيقرر جونز انه خلاص مش هيكمل في المهمه دي، وبكل بساطه بياخد يوستس وبيمشوا. اما بقى جاك وسو فبيفضلوا مع فاتي وبيفضلوا يسالوه على مكان بيل، فبيعرفهم فاتي ان كل اللي يعرفوا عن بيل ان هي هتاخد عصابتها ولولا وهيروحوا المكان كده اسمه المكتب التجاري. وقتها بيشكروا جاك وبياخد سو وبيمشوا. بعد شويه بقى بيروحوا جاك وسو لجونز ويوستس، وبيعرف جاك جونز انه عاوزه يعمل معاه اتفاق جديد، والاتفاق باختصار انه يساعده ويوصله لولا، وفي المقابل هياخد ارض جده كلها. في اللحظه دي طبعا بيوافق جونز وبيرجع بقى من تاني يشتغل مع جاك. على الجانب الاخر بنشوف ان لولا بتهرب من بيل وعصابتها، واثناء ما كانت بتهرب بيقدروا سيمون ومالكي يوصلوا لها، لكنهم مش بيأذوها بل بالعكس بيقعدوها معاهم معززه مكرمه لحد ما يشوفوا هيوصلوها لفين. ولحد هنا تمام، اللي مش تمام بقى ان بيل ورجالتها بيوصلوا عندهم وبتقتل بيل وعصابتها سيمون وبتاخد لولا وبتمشي تاني. اما مالكي بقى فكان مستخبي وبالتالي ما قدرتش بيل تلاقيه. تاني يوم بقى بيروحوا جونز والكل عند حانه قريبه كده للمكتب التجاري، لان جونز شاكك ان بيل هتدخل الحانه دي، وبيفضلوا جاك والكل هناك بقى مستنيين بره الحانه. اما جونز فبيدخل لوحده للحانه، ولما بيدخل بيقابل بيل وعصابتها، لكن جونز مش بيعمل لهم اي حاجه بل بيتاكد بس ان لولا معاهم، وبصنعه لطافه كده بيعرف لولا برضو انه تبع جاك وانهم جايين هنا ينقذوها. بعدها على فكره بيل وعصابتها بيكونوا واخدين لولا وماشيين، وفي الوقت ده بيخرج جاك لجونز ويوستس وبيقرروا ان هم يتعقبوهم. لكن المشكله هنا انهم لما بيروحوا لسو بيلاقوا مالكي بيثبتها، لكن مالكي مش بيعمل لهم حاجه، بالعكس بيعرفهم ان بيل قتلت اخوه وانه دلوقتي عاوز يساعدهم هم يقتلوا بيل. فيفكروا جونز والكل، وفي النهايه بيضموا مالكي معاهم، وبيتحركوا بقى الخمسه كلهم كده بربطه المعلم في طريقهم ورا بيل وعصابتها. بمناسبه بيل فبنشوف ان بيل في طريقها بتعدي على كنيسه، وبدون سبب بيدخل هي وعصابتها الكنيسه دي وبينهبوها وبيحرقوها كلها. بعد فتره بقى بيعدوا جونز واللي معاه على نفس الكنيسه دي، فبيلاقوها متدمره ومحترقه تماما، وبيقابلوا على فكره هناك قصه الكنيسه، فبيسالوا عن مكان بيل، فبيعرفهم الطريق اللي بيل مشيت فيه.
فبناء عليه بيمشوا في الطريق ده لحد ما بيوصلوا البيت. جوه البيت ده موجوده بيل ولولا والعصابه. جونز والكل دلوقتي بيفضلوا يلعبوا البيت ده من بعيد لبعيد لحد ما يلاقوا اللحظه المناسبه اللي يهجموا فيها. بس المشكله ان مالكي بيشوف دلوقتي واحد من عصابه بيل، وده ما بيكونش اي حد، لا ده بيكون واحد من اللي ضربوا اخوه سيمون وقتلوه. فبيتعصب مالكي وبيروح للراجل ده يضربه، لكن الراجل هو اللي بيضربه وبيفضل يطعن فيه وفي النهايه بيقتله. وكل ده على فكره بيكونوا جونز ويوسس مش عايزين يعملوا حاجه عشان يعني تخفيهم ما يتكشفش. بس المشكله ان سو بتتجنن وبتضرب نار على الراجل ده وبتصيبه، فبسرعه الراجل اللي اتصاب بيفضل يزحف لحد ما بيدخل البيت اللي فيه بيل والكل وبيعرفوا من اللي حصل. وبالتالي بيبداوا دلوقتي رجاله بيل يضربوا نار على جاك وجونز وسو ويوستس، بس ده كله ولا بيفرق مع جونز ويوستس، وبيقربوا للبيت وبيفضلوا يضربوا نار على اللي فيه واللي فيه يضربوا نار عليهم في معركه شوارع بمعنى الكلمه. وسط كل اللي بيحصل ده بتاخد بيل لولا وبتهرب للغابه، وبتستمر دلوقتي المعركه لحد ما بيقدروا جونز ويوستس وجاك يخلصوا على كل رجاله بيل. في الوقت ده بيروح جاك للغابه ورا بيل ولولا، اما يوستس وجونز بيروحوا المكان امانه وبيجهز جونز هناك قناصته بحيث يعني يصطاد بيل من بعيد لبعيد لما يشوفها. بعدها يوستس بيشوف دلوقتي واحد من رجاله بيل فبيروح وراه وبيضطروا يتعاركوا سوا في معركه قويه جدا، ورغم ان يوستس بيتفوق على الراجل ده وبيقدر يقتله لانه بيكون اتصاب اصابات خطيره. بس مش ده المهم، المهم فعلا ان بيل بيقدر يوصل عند لولا وبيل، وساعتها بيل بتضربه طلقتين بيوقعوا على الارض، وبالكره تضربه الطلقه الاخيره اللي تقتله، لكن بتكتشف ان سلاحها خلص. فبسرعه استغلت لولا الفرصه وبتفضل تنزل فيها ضرب وهي بتعيط بسبب كل اللي شافته على ايد بيل، لحد ما بتستجمع بقوتها وبتبعد لولا عنها تاني وبتنزل فيها ضرب وبتجيب سكينه وبتكره تقتلها. بس قبل ما تعمل كده بيقدر جونز يشوف بيل من بعيد وبيصوب عليها وبيضربها طلقه واحده بس. الطلقه دي كانت كافيه جدا تخلص عليها وعلى اجرامها للابد وبتموت. واخيرا بعد ما ماتت بيل وخلصنا من قرفها، بتركز لولا مع اخوها جاك وبتروح له، فبتلاقيه بيحتضر، وللاسف بيموت جاك بين ايدين اخته في مشهد من احزن ما يكون. في الاثناء دي بيفضل جونز يلف على يوستس لحد ما بيلاقيه، وبيكون يوستس على فكره بيطلع في الروح، فيودع جونز صديق عمره بحزن وبيموت يوستس في هدوء. بعد ما خلصت الليله بقى بيروحوا جونز ولولا لمركز الشرطه عشان ياخدوا الجايزه بتاعت بيل، وبيكتشفوا هنا ان الجايزه فعلا 10,000 دولار مش 300 دولار زي ما شافوا عند فاتي، وبس بيقرر جونز ياخد الفلوس وبس على كده. اما لولا فبتقرر تروح للارض بتاعت جدها تعيش فيها، بس قبل ما تمشي بتطلب لولا من جونز انه يجي يعيش معاها لان بعد موت اخوها مش متبقي لها حد. فبتصعب لولا على جونز وبالفعل بيروح معاها للارض بتاعت جدها وبيعيش معاها هناك، وهم كلهم بيعملوا يعيشوا ايام سعيده تعوضهم عن كل اللي حصل وعن الناس اللي خسروها. وبيخلص الفيلم وبس كده، سلام.